يا رب يشفيكم ويشفيني ويشفي كل مريض، قولوا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم عن أضرار الرمان. كالعادة هنتكلم عن كل تفاصيل الموضوع ولكن بشكل سريع، فما تحرمناش من اللايك الجميل بتاعك، ويلا بينا نتعرف على التفاصيل. لو وزنك زايد ومش عارف تخس، أو عندك دهون زيادة في منطقة البطن أو دهون على الكبد، أو عندك جرثومة معدة أو سكري أو مشاكل في القولون، فأنت محتاج أفضل صامغ عربي هشاب سوداني المنشأ والمصنع بأعلى معايير الجودة العالمية من شركة ناتوريا. طب اجيب ناتوريا منين؟ ما انت عندك موقع وشركة الهشاب 2000. الهشاب 2000. الهشاب 2000. الهشاب 2000. الهشاب 2000. الهشاب 2000. في الوصف هتلاقي لينك موقع الهشاب 2000، واللي من خلاله هتقدر تشتري المنتج بأقل سعر ويوصل لك لحد باب البيت، سواء في مصر أو في أي مكان في العالم. وكمان تقدر تتواصل معانا على الواتساب من خلال الرقم الظاهر على الشاشة. أما لو عايز تعرف أي معلومة تخطر على بالك عن الصمغ العربي، سواء عن طريقة الاستخدام الصحيحة أو عن فوائد الصمغ العربي، فهتلاقي في الوصف لينك الموقع الوحيد باللغة العربية المتخصص بالكامل في الصمغ العربي. الرمان فاكهة غنية بالفوائد الصحية، بس زي أي حاجة في الدنيا لو اتاكلت بشكل زايد أو مبالغ فيه ممكن تكون لها بعض الأضرار أو الآثار الجانبية. طيب يا ترى إيه بعض المشاكل اللي هنتكلم عنها؟ هي مشاكل بسيطة، ولكن إيه المشاكل اللي ممكن نلاحظها لما نتناول رمان باستمرار؟ أول حاجة، ممكن يتفاعل مع بعض الأدوية. الرمان ممكن يتفاعل مع بعض الأدوية زي مثبطات الـ ACE، تمام؟ أيضا ممكن يتفاعل مع أدوية تخثر الدم أو يزود مفعولها. أيضا ليه علاقة بأدوية الضغط العالي، تمام؟ ده بيسبب مشاكل صحية لو أنت بتاخد الأدوية دي. أيضا يعني هو حالات نادرة، ولكن أحيانا بيكون ليه عند بعض الناس حساسية، تمام؟ ليه بعض بيسبب بعض ردود فعل تحسسية زي الطفح الجلدي، الحكة، صعوبة التنفس. أيضا ممكن يسبب مع التناول المستمر والزايد، ممكن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي لأن بيحتوي على كمية كبيرة من الألياف، وده ممكن يسبب مشكلة زي الإمساك والانتفاخ والغازات. أيضا الرمان فيه سكر كتير، لو زودنا في الرمان وأكلناه بشكل مبالغ فيه ممكن يزود مستوى السكر في الدم، تمام؟ وده عند الناس اللي عندها مرضى السكري. الخطر على الأشخاص اللي بيعانوا من اضطرابات في الكلى، لو أكلناه بكمية كبيرة نخلي بالنا إن الرمان فيه كمية جيدة من البوتاسيوم، كده هنزود البوتاسيوم في الدم، وده هيعمل مشكلة للناس اللي عندها مشاكل في الكلى. أهم النصائح اللي ممكن نتكلم عنها، لو أنت بتتناول أدوية أو عندك مشكلة صحية استشير طبيبك. لو أنت هتاكل رمان بكمية كبيرة أو هتاكله باستمرار، أو أنت بتحب الرمان وبتجيبه بكميات، فتقول له الدكتور ينفع اكل رمان ولا الدنيا فيه ولا في مشكله؟ ولو كنت بتعاني بحساسيه تجاه اي فاكهه او نوع من المكسرات تخلي بالك من الرمان، واذا كنت بتعاني مشاكل في الجهاز الهضمي يجب تناول الرمان باعتدال، تمام؟ وزي ما قلنا لو في مشكله سكر نحاول نستشير الطبيب قبل ما ناكله او ناكله بكميات قليله. ولو في مشاكل في الكلى يفضل تجنب الرمان لو في قصور كلوي. وما ننساش ان الصمغ العربي الهشاب هو افضل بروبيوتيك واحلى غذاء للبروبيوتيك وافضل علاج طبيعي لمعظم امراض الجهاز الهضمي، بيحسن من مشاكل اللي بتحصل من القولون لو عن الناس عندها قولون تقرحي. الصمغ العربي مع الوقت يا جماعه بيعالج القولون التقرحي وبيعالج معظم مشاكل الجهاز الهضمي. ولو هنتكلم عن جرثومه المعده، هو العلاج افضل علاج في العالم، مجرب ومجرب، تمام؟ لجرثومه المعده هو الصمغ العربي. الصمغ العربي ليه آلية قوية جدا في القضاء على الجرثومة على أرض الواقع، والله بإذن الله بيقي من الجرثومة أو بيعالجها تماما في خلال أقل من شهرين. بيعالج جرثومة في خلال أقل، ممكن في ناس تعالج في خلال شهر بيكون بالفعل انتهت الجرثومة تماما. لكن لو في بعض الناس بتطول شوية، لو الجرثومة عندها مزمنة أو لها سنين، لا، في خلال أقل من شهرين بإذن الله تعمل تحليل وبإذن الله هتلاقي الجرثومة انتهت تماما. ولو حضرتك استفدت من الفيديو هيشرفني ويدعمني انك تضغط لايك للفيديو. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.